ده اول عقد شراكه ام بي اي افريكا، ومكتبنا هنا في مصر بنوقعه مع احد الشركاء ميفن. بالنسبه لنا شريك مهم، وهم ناس مهتمين زي ما قلنا النهارده في المؤتمر الصحفي، مش مجرد بس الشراكه على مستوى الرياضه، هي شراكه مجتمعيه. بنحاول تطوير الولاد اللاعبين الاداريين المدربين، انك انت تطلع كوادر وتنمي الكوادر في مصر، دي حاجه مهمه جدا. بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة السلة احنا بنشتغل، اللي هو الدوري بتاعنا الجونيور ام بي ليج، ده دوري للمدارس تحت سن 16 سنه. البدايه في غرب القاهره، اكتوبر والجيزه. كل الـ اتمنى ان المواهب اللي احنا نقدر نكتشفها ونلاقيها نطلعها، نساعدها انها يجي لها فرص اللعب او الدراسه في الخارج، واكيد كله هيصب في مصلحه اللعبه هنا. ف بنزود القاعده، بننمي عدد المتابعين، بنخلي الناس اي حد بيحب الباسكت هيحب الام بي اي، فالاثنين يعني بنقول عليها وين وين. احنا الاثنين كسبانين احنا، بس هي مش وين وين ان شاء الله. ان بي ايجيبت ميفن، الاتحاد المصري لكره السله، منتخب مصر في النهايه. كاي شراكه بيبقى في ترانزاكشنال فيتشر ليها، هي مجرد انه في بزنس ريليشن شيب بتوين اس اند ذا ام بي اي. بس خليني اقول ان المين كونسبت بيهايند البارتنرشيب مع الام بي اي از مور اوف ا سوشيال امباكت بارتنرشيب، التاثير المجتمعي اللي احنا عايزين نعمله كشركه على الكوميونتي ذاتس اراوند اس. طيب البارتنرشيب بتاعت الام بي اي دي هتفيدنا في ايه؟ احنا بنتكلم في اكتر من 2 مليون شاب مصري بيلعبوا باسكتبول في مصر. احنا ازاي نقدر ننمي اللعبه دي، وازاي نقدر ناخد التالنتس اللي موجوده في مصر، ونقدر ان احنا نساعد الام بي اي ثرو اور اون ريسورسز ان احنا نقدر ننمي نواة من الشباب المصري ان هم يقدروا يطلعوا امريكا، يطلعوا على الـ NCAA و eventually can be part of the NBA. هو ده بالنسبة لنا هو الـ ultimate success او النجاح اللي احنا شايفينه للبارتنرشيب دي. حاجة تانية، ان احنا النهاردة الباسكتبول هي لعبة نوادي ولعبة مدارس. ازاي ان احنا نقدر ننمي اللعبة بشكل ان الطفل اللي في الشارع يقدر يلعب باسكتبول؟ ازاي الطفل اللي في الشارع يقدر يبقى يحط باسكتبول هوب في اي حته في اي مكان ومعاه كره باسكت ويقدر يلعب، ويقدر يبقى فيه تيمز في الشوارع وفي الحواري وفي المناطق، ان اللعبه نفسها تبقى لعبه منتشره. طيب احنا ليه احنا مهتمين بالكلام ده كله؟ انا عايش في امريكا، انا بحب باسكتبول جدا جدا، انا فيلادلفيا 76ers فان، ودي حاجه بالنسبه لنا احنا شايفينها كرياضه، رياضه ليها بوتنشال كبير في مصر، ونقدر احنا تو انفست في الرياضه دي بحيث ان هي تكبر.